ثق بيا زعما كنقول لكم من القلب شتي. بالنسبه لي انا هاد التتويج اللي توجوا به الدراري بالبكالوريا انا كيوازي عندي في الشعور ديالي كيوازي التتويج ديال الفريق ديالنا بالبطوله والكاس وخاصه ان البطوله هي درع ذهبي. فهاد الوليدات داخلين في المشروع ديال سيدنا، لان ما تنساش بان هاد الاولاد كيلعبوا في الاكاديميه، وهي الاكاديميه هي هبه من عند صاحب الجلاله. فحنايا نقدر نقول لك اننا انطلقنا في المشروع ديال صاحب الجلاله الله ينصرو على اساس انه التكوين والدراسه هم المستقبل للمشروع ديال 2030. نهني جميع الطلبه اللي نجحوا السنه في البكالوريا، كما كنهني يعني مؤسسه جون جوريس اللي هي المؤسسه اللي كتشتغل اللي كان عندها كونفونسيون مع نادي الرجاء الرياضي في العمل ديالها معنا في اكاديميه نادي الرجاء، اللي بصراحه يعني داروا عمل كبير باش ينجحوا هاد الوليدات هادو. فالحمد لله يعني الهدف من هاد الاتفاقيه هي يعني انه تقرب الدراسه لجميع اللاعبين اللي كيتواجدوا في الاكاديميه. والحمد لله نجحت هاد العمليه السنه، اللاعبين توفقوا فيما بين الكره وبين الدراسه، فهذا شيء جميل بالنسبه لنا حنايا اللي غنشتغلوا عليه يعني السنوات اللي جايه، لانه مهم بزاف. الكره الحديثه يعني كتعتمد على دراسه ورياضه، فبكل تاكيد نادي الرجاء كان صباغ من الفرق الاوائل اللي داروا هذه العمليه هذه، فان شاء الله تستمر فيما هو احسن ان شاء الله باش نوجدوا لاعبين فعلى مستوى يكونوا في الفريق الاول، ولما لا يعني يحترفوا خارج المغرب، وكذلك نطعموا الفرق المنتخبات الوطنيه ان شاء الله للفئات الصغرى. البادره اللي اليوم هي التتويج ديال واحد الوليدات في التفوق في المسار الدراسي ديالهم ونيلوا شهاده البكالوريا. شكرا لمؤسسه جون جوريس بالاساس محمد بالاساسي الحاج ابراهيم النعناعي، ونادي الرجاء الرياضي في الشيخ السي محمد بوضيقه اللي داروا واحد الشراكه في اكاديميه ديال نادي الرجاء الرياضي اللي هي هبه ملكيه. فهاد الهبه الملكيه حنا مشكورين لصاحب جلاله والثمار ديالها من الناحيه الرياضيه ولا من الناحيه التقنيه في اطار برنامج ديال الرياضه ودراسه. فاليوم ان هاد الاكاديميه في السنه الاولى ديالها وبالشراكه مع جون جوريس عطاتنا تقريبا واحد النسبه ديال 100% من النجاح في شهاده البكالوريا. وهي تجربه اللي هي فريده ونوعيه في المملكه، خاصه ان اول اكاديميه اللي كيكون فيها النجاح بهذه النسبه هذه. مشكورين الاساتذه ديال جون جوريس اللي كانوا كما كنقولوا كان واحد العناء ديال التنقل بحكم بعد المدرسه ديال اللي كاينه في الدروه، الاكاديميه كاينه في منطقه ولاد عزوز. مشكورين التلاميذ واللاعبين اللي هما في نسق اللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي على انهم قدروا انهم يوفقوا ما بين الدراسه وما بين كما كنقولوا الرياضه. هنيئا لهم هذا المسار، هنيئا لجميع التلاميذ ديال المملكه المغربيه نيلهم شهاده البكالوريا. وما علينا الا نكونوا كرجاويين فخورين، فبعد الثنائيه ديال البطوله وكاس لاج كتجي هذا اللقب عزيز ملي كتشوف وليدات ديال نادي الرجاء الرياضي كيتخرجوا في اول سنه لهم في اكاديميه، وبنسبه تقريبا ديال 100% من اصل 18 التلميذ او لاعب ف 16 تحصلوا على البكالوريا، وجوج اللي هما قراب عندهم الدوره الاستدراكيه. وانا متاكد بانهم غتكون النسبه ديال النجاح في هذه السنه 100%. فكنتمناو لهم حظ موفق في المسار الدراسي والرياضي ديالهم. الحمد لله هذا العام هذا قدرنا نوفقوا بين الدراسه والكره بفضل المؤطرين ديال الرجاء البيضاوي وبفضل الحاج مدير ديال المؤسسه ديال جون جوريس. الحمد لله قدرنا نديو البكالوريا ديالنا هذا العام، هذه هبه ملكيه من عند سيدنا. قدرنا نوفقوا بين الدراسه والكره ديالنا، واغلبيه التلاميذ اللي كيلعبوا في الرجاء بدوا ينجحوا وجابوا نقاط مزيانين، وهذا الشيء ما جابوا والو من غير الخدمه اللي درنا وسط العام والتضحيات اللي ضحاو معنا المقطرين والمسؤولين ديال الرجاء البيضاء. حنا كنتواجدوا في اكاديميه رجاء تما فين داروا فرع ديال جون جوريس، وداروا لنا اقسام تما باش نقدروا نوفقوا بين التدريب ديالنا وبين الدراسه. قدروا يوفقوا لنا على حسب الاوقات اللي كتناسبنا، وجابوا لنا اساتذه مزيانين باش قدرنا نجحوا. انا فرحان بالنجاح ديالي في سنه البكالوريا، وبغيت نقول هذا العام ما كانش سهل بالنسبه لي حيت اول عام رياضه ودراسه، وداز واحد واحد الصعوبات باش ما بين لونترينمون والحفاظه وهذا الشيء. الحمد لله دار ربي التيسير ونجحنا الحمد لله. وكنبغي نشكر المدير ديال جون جوريس و كاع الاداره ديال نادي الرجاء الرياضي اللي وفروا لنا الجو ديال الرياضه والدراسه في الاكاديمي، و
ديماراج.